ما هي أبرز مطالب التجريم؟ لماذا يحاربون الحكومة الفيدرالية؟ هو لما كانوا هم في الحكومة سيطروا على الدولة بصورة قابضة جدا، يعني تلقى أنه مثلا هيئة الأركان فيها 15 فريق بتلقى فيهم 14 تجري، مجلس الوزراء، الطيران، كذا، كبريات الشركات، كذا، كله حقهم. فالمسألة دي خلقت امتعاض عند القبائل الأخرى، وكأنه القبائل الأخرى حست بأنهم هم عبارة عن أجراء عند التجري، وهم 10% فقط، يعني ما عندهم كسرة عددية ولا كذا. فالمسائل دي خلقت مشاكل، وحصل تمرد كبير جدا في نهاية 2017، حتى حصل فيه موت شديد جدا حول أثيوبيا، وجلست كل القوميات الأثيوبية وأعضاء البرلمان وكذا، واتفقوا على ترشيح أبي أحمد، لأنه بيحمل الصفتين بتاعت الأروم وبيرضي قوميتين كبيرتين وكده. في اللحظة ديك هم النواب التجري في البرلمان الأثيوبي المركزي الفيدرالي رفضوا تأييد أبي أحمد. من هنا حصلت القطيعة، ولكنه فاز بالأغلبية. فاز بالأغلبية، فهم على طول أظهروا عداء لأبي أحمد لأنه ما كانوا واثقين فيه وكذا. هو بعد ما استلم الحكم مباشرة بدأ يقص أجنحة التجري في الدولة، فأقال رئيس هيئة الأركان، وأقال مدير عام الشرطة، وأقال مدير مشروع سد النهضة. فدي القيادات كبيرة جدا كانت. بعدها على طول حصل التمرد.